النهارده يا حاج، وانت داخل تأدي صوتك وبتستفتي على دستور مصر الجديد، هل لاحظت اي مخالفه انتخابيه قدام اللجان او داخل اللجان؟ لا والله، لا والله، الناس مستجابه مع بعضيها ومفيش اي اعتراض ولا اي حاجه، والقاضي موجود والنظام موجود وكل النظام ماشي حلو الحمد لله رب العالمين. لا لا ما فيش حاجه حصل، ومية مية، ودخلنا جوه وادب واحترام وقدرونا وخدوا مننا الورق وعادي، ما فيش اي حاجه حصلت خالص. مية مية. انت من وجهه نظرك جوه القضاه بيسهلوا العمليه الانتخابيه على الناخبين ولا في صعوبه معينه؟ كل حاجه عاديه خالص، يعني ازاي مثلا بنظام، ومثلا بيقول لي تعرفي تمضي، بتعرفي تختمي، قلت له لا انا ما اعرفش نبدا، قال لي لا طب اكتبي ده قدام اللجنه الانتخابيه. هل كان في اي مخالفات انتخابيه من اللي احنا تعودنا ان احنا نلاقيها، حد بيوجه حد في محيط اللجنه الانتخابيه جوه كان في مشكله؟ هل كان في مخالفات جوه اللجنه الانتخابيه انت لاحظتها؟ انا اللي شفته جوه اللجنه نفسه مفيش حاجه، يعني ماشيه بسلاسه وبحاجه طبيعيه جدا وسهوله، القضاه محترمين وكويسين. بره اللجنه في الوحش وفي الكويس، في ناس برضو بس ممكن تقول على بعد 200 متر زي ما بيقولوا كده، ممكن في ناس بتوجه وفي ناس بتقول، في زي ما بتشوف كده عربيات بتودي الناس وتجيبها، مين اللي بيعمل مين اللي بيجيب العربيات دي ما تعرفش مين، بس هو ده يعني في نوع من انواع الحشد. في نوع من انواع الحشد فيه موجودة. ما فيش اي حاجه حصلت من القضاء، اخر حاجه جميله جدا بصراحه، ما في اي حاجه حصلت باي تبي، القاضي ذات نفسه واقف على الصناديق بيتاخد الورقه وبنفسه واقف بيتابعك وانت بتحطها. فالقضاء بصراحه يا اخر، يعني مش عايزين نتكلم بصراحه، يعني اخر الشرف القضاء. قدام اللجان هل في حد بيوجه حد او بيحصل اي مخالفه انتخابيه؟ الناس كل واحد داخل عارف هو بيقول ايه، كل واحد داخل في دماغه عارف ان هو بيعلم على ايه واللي في رايه بيقول ايه. والله القوات المسلحه قايمه بدور جامد جدا في نظام وتنظيم الناس، برغم الحشد الشديد للناس وكثره عدد المواطنين المصوتين، الا ان القوات المسلحه قلبها كبير وعماله تستوعب كل الناس وبتهدم الروعه كل الناس وبالراحه، والقضاه فوق ممتازين جدا، بيدخلوا ناس الكبار في السن نظرا لطول الوقت، يدخلوا ناس واحنا كشباب بنتحمل لان دول ابائنا وامهاتنا، لازم نتحمل.